السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا فرح النهاردة مفاجأة جدا. شان بيوها واجب شان امه واجب مشان صحابه واجب مشان حبيبه واجب مشان قريبه واجب واجب علينا واجب نفرح ونهني واجب واجب علينا واجب دي الافراح من خيمه لخيمه، وانتوا طبعا عارفين المكان. الله يحفظهم وييسر امرهم وصب عليهم الخيرات والبركات. الزواج اذا كان فيه يسر وسهوله بيكون فيه موده وفيه بركه افضل واكثر. اما عندنا في البلده اللي نحيا فيها، عدي الوقت، هات القرض وتزوج، هات القرض واعمل قاعه، هات القرض وهات خشب وهات فليزر وهات غسالات وهات ثلاجات وارفع العمارات. يا عم بلاش كرد وروح نام على الارض عشان ربنا يرضى عليك سبحانه وتعالى. طبعا انتوا نفسكم شايفين البساطه بتاع الفرح والحاجه الفطره السليمه، وده اللي في استطاعتهم. اما الراقصين والراقصات والفاسدين والمفسدات، اسال الله ان يردهم الى الحق ردا جميلا، والسلام عليكم.